مرحبا بكم مشاهدي شوف تي في، انتوما في ماتش مباشر. الاجواء قبل بدايه مباراه فريق الوداد الرياضي والاهلي المصري في هذه الاثناء، وصول حافله فريق الوداد الرياضي الى الملعب استعدادا. الآن مشاهدي شوف تي في، أنتم في بث مباشر مع الأجواء قبل بداية مباراة فريق الوداد الرياضي والأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. في هذه الأثناء وصول حافلة فريق الوداد الرياضي إلى الملعب، نزول لاعبي الفريق، الطاقم التقني والطبي استعدادا للمباراة. ففريق الوداد الرياضي فهو يسعى لتحقيق الفوز بحصة مطمئنة قبل الانتقال إلى القاهرة، هناك باستاد القاهرة لخوض مباراة الإياب أمام فريق الأهلي. ففي هذه الاثناء مشاهدي شوف تي في، كما كتشوفوا نزول ديال اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي من الحافله، هناك تركيز، هناك اجواء حماسيه ما بين اللاعبين رغبه في تحقيق الفوز في هذه المباراه اللي ينتظر باش تكون قويه ما بين الفريقين، قمه مغربيه مصريه. بالتوفيق لفريق الوداد الرياضي من أجل تحقيق الانتصار والتأهل للمرة الثانية على التوالي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا. فالآن نزول ديال اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي مشاهدي شوف تي في. المباراة اللي غتنطلق على الساعة 8 بالتوقيت المغربي، مباراة ينتظر أن تكون قوية ما بين الفريقين. ففريق الوداد الرياضي فهو تأهل نصف النهائي على حساب فريق نجم الساحل التونسي في دور ربع النهائي، من بعد ما رجع فريق الوداد الرياضي بتأهل من ملعب رادس بتونس أمام نجم الساحل في ربع النهائي. فكنتمناو حظ موفق لفريق الوداد الرياضي ممثل كرة القدم المغربية اليوم في نصف النهائي الأول اللي غيخوضه أمام فريق الأهلي المصري. فبعد لحظات ستصل حافلة فريق الأهلي المصري، من بعد ما وصلت حافلة فريق الوداد الرياضي هي الأولى إلى الملعب.
قمة اليوم، قمة مغربية مصرية، كنتمناو تنتهي بالفوز لصالح فريق الوداد الرياضي، فريق الوداد اللي كيطمح بالتأهل للمرة الثانية على التوالي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا وتحقيق اللقب. إذا في هذه اللحظات مشاهدي شوف تي في، وصول حافلة فريق الأهلي المصري إلى ملعب المركب الرياضي محمد الخامس هنا بالدار البيضاء استعدادا لمواجهة فريق الوداد الرياضي. إذا فريق الأهلي المصري يصل إلى الملعب استعدادا لمواجهة فريق الوداد. فالآن تصل الحافلتين اللي كيحملوا على متنهم لاعبي فريق الأهلي المصري. اللاعبين الآن ديال فريق الأهلي المصري فهم كينزلوا من الحافلة إلى المركب، كيتوجهوا لداخل المركب استعدادا ل مواجهة فريق الوداد الرياضي. فكل التوفيق لفريق الوداد الرياضي، كنتمناو في هذه الأمسية يحقق الفوز بحصة مطمئنة باش تسهل عليه المأمورية في مباراة الإياب. فالآن نزول اللاعبين ديال فريق الأهلي كيتوجهوا للملعب استعدادا للمباراة، قمة مغربية مصرية في هذه الأمسية. فعدد المواجهات ما بين الفريقين فهما 8 ديال المواجهات. فريق الوداد الرياضي فهو تفوق في 2 ديال المباريات، فريق الأهلي والآخر فهو فاز 2 ديال المباريات، في الوقت اللي 4 مباريات ما بين الفريقين فهما انتهوا بالتعادل، علما أن كل فريق فهو سجل في مرمى الآخر 8 أهداف. فالآن مشاهدي شوف تي في أنتم في بث مباشر الأجواء اللي كتسبق مباراة الوداد الرياضي والأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قمة مغربية مصرية. كل التوفيق للوداد الرياضي ممثل كرة القدم المغربية في النصف النهائي الأول، وكنتمناو الوداد يحقق نتيجة الفوز
وفوز يكون مطمئن باش يسهل عليه المأمورية في مباراة الإياب اللي غتجرى بستاد القاهرة بمصر. فبالتوفيق للوداد الرياضي. فقبل من هذا المباراة كانت تحفيزات من جماهير الوداد الرياضي، كانت دعوات من جماهير الحمراء للاعبي الفريق من أجل الرفع من معنويات ديالهم قبل هذا اللقاء لتحقيق الفوز. فالفريق الأحمر فهو عازم هذا الموسم على تحقيق اللقب الإفريقي، طبعا من بعد الأمور اللي شهدها نهائي الماضي أمام الترجي التونسي اللي أصبحت تسمى بفضيحة رادس. فاليوم الوداد الرياضي فهو عازم على تحقيق الفوز والتأهل، الفوز اللي غيخليه إن شاء الله يخوض مباراة الإياب وهو مطمئن ويخليه يتأهل للنهائي للمرة الثانية على التوالي، ولما لا تحقيق اللقب الإفريقي الثالث في التاريخ ديالو من بعد الأمور اللي عرفها اللي عرفها النهائي ديال الموسم الماضي، النهائي اللي أصبح يلقب بفضيحة رادس. فالوداد اليوم مستعد لتأكيد أنه رقم صعب في القارة الإفريقية. فمشاهدي شوف تي في، أنتم مع بث مباشر الأجواء قبل مباراة فريق الوداد الرياضي والضيف ديالو فريق الأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. كل التوفيق للوداد الرياضي من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، ولما لا تحقيق فوز مطمئن يخلي الأمور تسهل على الفريق الأحمر في الإياب هناك باستاد القاهرة. فقبل لحظات وصلوا حافلات ديال فريق الوداد الرياضي والأهلي المصري، اللاعبين ديال الوداد فهما نزلوا من الحافلة وكيظهر عليهم التركيز والحماس، طامحين وراغبين في تحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة أمام الأهلي المصري. فكل التوفيق للأندية المغربية المشاركة في المسابقات الإفريقية، ونتمنى
باش اللقبين سواء دوري أبطال إفريقيا أو كذلك كأس الكاف فهما يكونوا مغربيين. فكنتمناو باش ان شاء الله تشامبيونز ليغ وكذلك كأس الكاف فهما يكونوا مغربيين في هذا الموسم. فنذكركم مشاهدي شوف تيفي انتم في بث مباشر للاجواء قبل مباراه فريق الوداد الرياضي وضيف الاهلي المصري، المباراه اللي غتنطلق في الساعه 8 من هذا المساء. إذا مشاهدي شوف تيفي نصل إلى نهاية هذا البث المباشر اللي حاولنا نقربكم من خلاله الأجواء اللي كترافق أو الأجواء قبل بداية مباراة فريق الوداد الرياضي والأهلي المصري في نصف ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. نلتقي في بث مباشر جديد إن شاء الله.